مرحبا بكم في الدورة التدريبية لأنظمة VRF مقدمة من شركتنا الأردواز الفضي بالتعاون مع منصة داركو. تفاصيل الكورس: الكورس عبارة عن 4 محاضرات، كل محاضرة ساعتين أونلاين عن طريق زوم ميتينج، بالإضافة إلى استضافة على جروب واتساب المعتمد للدورة التدريبية لمدة شهر أثناء دراسة محتوى الكورس. هدية المتدربين كورس التكييف الكونسيلد المخفي المسجل، بالإضافة إلى المادة العلمية. الفئة المستهدفة للكورس: استشار الميكانيكا، مهندس الميكانيكا، طلاب قسم الميكانيكا، مهندس الميكانيكا والتكييف لزيادة فرص العمل. محتوى الكورس: أولاً التصميم، كيفية عمل سيليكشن للنظام، واختيار شبكة المواسير النحاسية لإحدى الماركات المعتمدة عالميا. ثانيا التركيب، المواصفات الفنية لأعمال التركيبات متضمن تركيب الوحدات. ثالثا الاختبار والفاكيوم، الاختبارات والفاكيوم الخاصة بشبكة المواسير النحاسية. رابعا البرمجة والتشغيل، كيفية عمل برمجة للنظام لإحدى الماركات المعتمدة عالميا. المستندات التي سيتم الحصول عليها المتدربين في الدورة: شهادة اجتياز الدورة التدريبية معتمدة من منصة داركو، الحصول على البرنامج التصميمي للنظام لإحدى الوكالات، المحاضرات تفاعلية ومسجلة متاحة على منصة داركو، الفيديوهات العلمية والعملية لجميع مراحل عمل النظام متاحة على منصة داركو، المادة العلمية وكتيبات الدورة التدريبية للنظام لإحدى الوكالات المعتمدة للنظام، مخططات تصميمية لشبكة المواسير النحاسية. هدية المتدربين: كورس التكييف الكونسيلد المخفي المسجل لمراحل التركيب والمادة العلمية المتكاملة، بالإضافة للخبرات التنفيذية لنجاح منظومة التكييف. الدورة التدريبية برعاية الأردواز الفضي بالتعاون مع منصة داركو.